منحييكم بحلقة جديدة نحن وياكم بالبحر سوا. حلقتنا لليوم منطلقين فيها من بور بيروت، رايحين صوب جوني مع ضيوف رح نقضي نحن وياهم ساعة من الوقت. نتمنى انه نكون خفاف عليكم ونقطع بطريقة حلوة خلال هذه الساعة. بدي رحب بضيوفي، اهلا وسهلا فيكم. بداية حلقتنا دايما انا بتعرفوا في عندي صديق عزيز بالبرنامج هو كابتن كاميل تانيوس، بتعرفوا تحسن كثير بسوقته صدقيني. هلا كاميل هو اللي عم يسوق يعني هو اللي عم يشتغل يعني انه يسوق صراحة. ولا مرة قدر يسوقها مزبوط بس انه هلا ملهي شكله، مش حاحكي انا وياه لانه ملهي. فبحييك كابتن كاميل تانيوس يعطيك العافية. بس كان ملهي وعم بغير ثيابه تيلبس لانه نزل شلنا السمكات اللي انتم موجودين قدامكم. رح بلش من عندك كلوديا، شوفي هالسمكة شو حملت لك خبرية. هيدا مطبخي وانا حرة فيه. شو حدا حريشي يعني؟ هيك دخلك؟ دخلك؟ شو يا كلوديا؟ هيدا مطبخك، مطبخ الإبداع اللي عم يطلع منه هالأعمال اللي أنت عم تعمليها. مين مش حر؟ مين عم بيقول لك إنه أنت لا مش حرة في هالمطبخ؟ ما بعرف إذا عم يطلع منه إبداع، بس عم يطلع منه شغل. أنا يعني عدة مرات يعني ما بقى حدا يستضيفنا بس سألني ذات السؤال يلي هو ليه بتكتب كتير؟ ليش ما بعرف شو انه انا حره؟ هيدا ريتمي بالحياه. يعني في حدا مثلا بيوعى بكره بده ثلاث ساعات له نفس يحكي مثلا، في واحد قبل ما يوعى ببلش يحكي ويركض، كل واحد حر. صحيح. انا هيدي طريقتي وهيدا ريتمي بالحياه، ماني عم بس يعني هيدا الريتم لحديد اليوم ناجح واثبت ان شاء الله نجاحه. هيدا يعني انت بيعزموك ناس على العشاء بتحرجهم اذا طيبين ولا بتحرجهم قد اخذ معه وقت الاكل؟ صحيح. شو لك معهم انت؟ ان شاء الله اخذ معه 10 دقائق بس كثير طيبين، ما حدا له معي. هيدا مطبخي وانا حره فيه. غنيه لازم. خلينا نحكي شوي عن، بما انه فتنا باطار الطبخ بس عم نحكي بالطبخ الطبخ الكتابي. شو هن ادوات الطبخ اللي بتستعملهم كلوديا؟ كمبيوتر وشمعه، بتضوي شمعه على طول وكمبيوتر وبيت. ليه بتضوي شمعه؟ لانه ما في كهرباء؟ لا ما بعرف ليه بتضوي شمعه. عجب بتضوي شمعة انت وعم تكتبي دايما حتى لو مضوي الضوء؟ ايه بالنهار ما خاص انا فكرك تشوف. ايه بشوف كرمال شو بتضوي الشمعة. لا بالمرة وسام لازم يردوا لك السيارة على السريع. ضروري ما اسرع علي، ما اسرع علي. بس بتعرف اذا هي ذاتها انسرقت بركي هي راحت لعندهم تكون حبتهم. حبتهم على فكرة. ايه انا بضوي شمعة، بحب ضوي شمعة انه هيك كمان حرة أنا فيه. طيب كلوديا إمتى يعني ليه ما عم تطبخي بالكوميك اليوم؟ لك أي كوميك لك يا وسام، عنا 100 مشكلة لازم نحكي فيهم بهالدراما قبل ما نقعد نضحك. ما ليه بس إنه لازم الدراما تكون عندها مشكلة؟ لا بس في لا بس في يعني لما انت مثلا مثل ما واحد مثلا بروح على الصومال. نعم. بشوف واحد جوعان بيقعد بيقول له قصيدة عن الجوع، ما بتفيده انه بده يعطيه لقمتين تيضل هالزلمه عايش. نحن اليوم عندنا 100,000 مشكله لازم نطرحها، مش ضروري نعالجها. انا ما بعالج شيء. اوكي. انا بطرحها، بشوف انه اليوم نحن باسوأ مرحله بلبنان، هذا رايي كمان وانا حره فيه. بقى انا بشوف انه كثير في اشياء تنطرح اليوم. كلوديا رح يكون لنا حديث ثانيه كمان. أوكي. انا وياكي رح نروح لعندك سعد. شو حملت لك هالسمكه؟ شوف أنا لست فنان صف أول ولكنني سأصبح كذلك. مطبخي وأنا حر فيه. شو صفي وأنا حر فيه بليز. ما شو الخطة يلي عم تتبعها سعد؟ يعني وسام أنا بقول شغلة، أول شيء كل إنسان لازم يكون عنده هدف. نعم. لحتى يوصل له بهالحياة، كان بالدومين الفن أو كان بحياة لدومين تاني. أنا هدفي بالمجال اللي أنا فيه أن أوصل للصف الأول ويكون عندي ستيل خاص فيي، اغاني خاصه فيه. لما بس مجرد ما تسمعها تقول هيدي لسعد رمضان. هيدا حلمي وهيدا هدفي. وتاني شغله بقول الانسان لازم هو يكون تفكيره كلاس اي لحتى يوصل لكلاس اي، بس يكون عم بفكر بشكل صحيح ليوصل للي بده. يعني في كثير ناس بيقولوا انه حظ. لا هي مش حظ، هي خطه. لك هي باكج، هي حظ، شويه حظ على تعب على جهد على ذكاء. يعني في كذا شغله مع بعض لازم واحد يكون عنده اياهم لحتى يقدر يوصل. انا
بقول لك بمرق باوقات كثير صعبه، بقول انه هيدا اللي عم بعمله صح ولا غلط، يعني انت ما فيك تعرف صح او غلط الا النتيجه يعني. طيب مين في حدك يقول لك سعد لا عم نشتغل صح او عم يحط لك خطه او يعني؟ في لما اشوف هالناس بتحبني، لما اشوف هالناس بتلحقني على حفلاتي، لما اشوف كنت من يومين بالجزائر، كان عندي حفلات بالجزائر مهرجانات، شفت قلت انه لا هيدا اللي عم بعمله الهيئه صح، لانه العالم حافظ اغنيه، العالم لحقتني من مهرجان لمهرجان. هيدا الشيء ببردك شوي صغيره، بس كمان بنفس الوقت انا انسان بدل خايفان. نتمنى لك التوفيق سعد. ميرسي. والنجاح الدائم، لانه انت من الاشخاص اللي بيستاهلوا يكونوا. الحمد لله. شو دايخه؟ باردون؟ مش مبينين عيونك، حاطه العوانات على حسوا عم يبرموا. احنا باي برنامج؟ شو عم نعمل؟ اجيال. انت مين؟ احنا باجيال تو. اوكي، حدا بيسام؟ مازن، شو حملت لك السمكة؟2011 دراما اللبنانية ينقصها البهارات. 2012 دراما اللبنانية ليست في وضع جيد. كل ما هالدراما عم تتقدم مازن، كل ما نظرتك سلبية عم تكون لها. ليه؟ يعني اليوم بالعكس. شفنا اسم الله كلوديا بكتاباتها بروبي وبغيرها قدرت توصل فيها للعالم العربي بشكل عام. صحيح. ليه أنت سلبي؟ بالعكس، أنا لأني بحب الدراما اللبنانية ولأني بحب الأعمال يلي عم اشتغلها، بحبها أنها تكون بيرفكت وعلى احسن ما يرام. كرمال هيك انا بحب انه دائما ما فيك تقول دائما عن البرودكت اللي عم تعمله انه واو وبعقد وما في منه وهيك. انت بهيدي الحاله ما فيك تتقدم وما فيك تعمل شيء، ما فيك تعمل بلس انك تكون دائما السباق. نحن مش السباقين، خلينا نكون واضحين، نحن عم نتقدم ولكن بعدنا نحن مش السباقين بالعالم العربي. انا بحب انه نحن نكون السباقين. كرمال هيك بحب انه شو هني هالبهارات اللي حكيت عنهم؟ كتير اشياء. اول شيء بتبلش من البرودكشن اللي هي اهم شيء انا برايي، لما يكون في برودكشن مهم بكون في مجال اكثر، لانه الكاتب يكون مرتاح على وضعه، الممثل يكون مرتاح، كلنا بنكون مرتاحين لما يكون في برودكشن مهم. ومفروض يتركز اكثر على الكاستينج، يعني الكاستينج اللي بيخدم العمل، اللي بيخدم النص، مش انه هيدا بخصني وهيدا من جماعتي وهيدا من بوطي. وطبعاً المخرج لما يكون في عنده production أكبر، نحن عنا مخرجين كتير مهمين وعنا كتاب كتير مهمين، لما يكون المخرج مرتاح كتير ومعه production مهم ضخم يعني بيقدر يشتغل إذا بدك بإتقان أكتر، برؤية أهم، بيستفيد أكتر من الوقت يلي عنده من البرودكشن اللي مأمن. طيب هلأ بموضوع الكاستينج اللي سبق وقلته كلوديا، قدي موضوع الكاستينج مثل ما عم يحكي عنه مازن هو فعال عنا بالمسلسلات اللي تنعمل؟ كيف يعني موضوع الكاستينج؟ يعني عم بيقول انه الكاستينج مش انه فلان لازم نمشيه بهذا المسلسل وفلان يكون معنا، وقديش مزبوط عم ينعمل مزبوط كاستينج لاشخاص على طاقاتهم، على ناس جديده عم تكون فعلا نتيجه طاقه معينه عندهم اياها بالتمثيل. بالنهايه مثل ما عم بقول هو من مؤسسي نهضة الدراما، يعني إذا في شيء من نهضة، يعني هو من يلي ساهموا بإنجاح بعض المسلسلات اللي عطيت خطوة لقدام. أنا برأيي إنه قصة إنه برودكشن وكذا هيدا كله بيجي مع الوقت، لما أنت بتصير حلقتك تنباع بدولة واثنين وثلاثة وأربعة. صحيح. بصير يقدر كمان المنتج يحط مصاري أكتر لأنه بيعرف إنه عم ببيع. نحن ما ولا مازن ولا أنا بدنا إنه المنتج يعمل عمل ويفلس لأنه ما عارف يشتغله مزبوط. صحيح. يعني ما باعه وقعد بالبيت، لا، يعني نحن كلنا عم نشتغل بشكل إيجابي لأنه منحب الدراما ومنحب حالنا كمان، بدنا إنه انه اسمنا يطلع ونحن نكون اللي اخذنا لبرا. بقصة الكاستينج لا، انا بشوف انه كمان ما بدنا ننسى انه التلفزيونات كمان اوقات بتطلب ابطالها. عم نكون مش بس بلبنان، بس على اي اساس التلفزيون بيطلب هيدا البطل؟ على اي اساس؟ يمكن ما بيلبق هو بيعتبر لا مش ما بيلبق للدور ما بيجيبه. بس مثلا بيبقى عندك دور، افترض بطل تنقول من عمر مازن، من عمر كذا، بده شاب يكون لذيذ شاطر نوع من الوسامة، بيبقى في خمس ست اسامي بتستاهل هالشيء هيدا.
يعني بيبقى في يمكن مازن، بقى في يوسف، بيبقى في كارلوس، بقى في، مشان هيك هون بتصير الاشياء، مش انه بنجيب حدا، مش بيجي حدا مش راكب على المطرح يعني. بس انه عم بيقول هو قصده يمكن انه عاده كل منتج بيكون عنده الكليك تبعه، الكليك تبعه ايه، هاي بتصير كمان. انا كمان قصدي على الادوار، مش بس الادوار البطوله، لانه مرات انت وانا بنكون عم نحضر، وانت عملك مرات بتشوفي انه في دور يمكن ثاني او ثالث حدا كان بيحمل حدا، يكون حدا مثلا ناقشت، بتنقهر انت بتقولي انه ما كان الانتاج. صحيح، هاي تبع على الانتاج يعني، كمان بترجع لانه هالحلقه هالقد لازم تكلف، لان التلفزيون هالقد عم ياخذها، ما فيك تطلب من حدا يخسر بالنهايه. كمان انا بلا شو حملت لك هالسمكه؟ انا بلا اوت برا عايش بعالم ثاني. انت وين؟ كملت بالموسيقى تبع اليه، عرفت هيك نادر وصعب. نعم، نادر وصعب. انا ما بدي احكي عن نادر ولا عن صعب. قد ايه خلينا نروح على هالكلمتين اللي هن النادر والصعب. قد ايه صعب عليكي كان النقله من برنامج حواري لبرنامج تقديم مباشر؟ يعني كصعوبه، كل برنامج عنده صعوبته، وكل عمل انت بتقوم فيه عنده صعوبته، بس بفتكر انا الاصعب يمكن يلي حولك. يعني كثير صعب انك تشتغل مع بريزنترز ثانيين هون، بفتكر انا هيدي. بس وين كانت الصعوبه هزيكة عندك انا بلا بالنقله؟ يعني من محطه محليه مع فريق عمل محلي الى محطه عربيه، وين كانت الصعوبه؟ ليك الصعوبه انه بالنقل بسرعه، يعني انا بظرف اقل من 48 ساعه رحت على الام بي سي، يلي كمان هالقد بسرعه اخذت هالقرار. هالقد بسرعه اخذت هالقرار لان كمان تناقشت مع الال بي سي، وهن ايضا يعني شجعوني، علما انه البرنامج بينحط كمان على الال بي سي، وبنكر انه الام بي سي كثير ريحوني، يعني حسسوني كانه انا فرد من افراد عائلتهم، ما حسسوني انه انا غريبه. متمنى لك النجاح الدايم انا بلا، وانت اكيد اثبتي حالك والا ما كانوا بيحبوا انك تكوني موجوده. سعد شو بدنا نسمع؟ فيك تغني؟ قالوا عمين جاي تلعب بشرع الهوى، لعنده حباب وما بيبرم على حبايب، ولما الجرح لما الجرح بصير اقوى من الدواء. قدام باب السبع ما بتوقف يا 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 مسبع بالحب الكرم، لا تتعدي عكاري، والدنيا مليانة بنات لا تصبي زيت عناري. مسبع بالحب الكرم، لا تتعدي عكاري، والدنيا مليانة بنات لا تصبي زيت عناري. وناري غيري والعاني خوف تهب بثواني، لك اخطر يابس ما بيضل الناس بتحكي اخباري. ناري غيري والعاني خوف تهب بثواني، لك اخطر يابس ما بيضل الناس بتحكي اخباري. سبع بالحب الكرم، لا تتعدي عكاري، والدنيا مليانة بنات لا تصبي زيت عناري. شكرا. شكرا سعد. رح نتابع نحن وياكم حلقتنا، ولكن بعد الفاصل الاعلاني.